أريدك تتصور إمامنا الحجة طفل صغير 5 سنين عمره يوم شاف أبوه ممدد على المغتسل إيش سوى إمامنا؟ الولد الصغير اللي على هذا الحال أنسب شيء توجه المصيبة إلى أم حنونة تحن عليه الله يساعد قلبش يا زهراء وانتي نشوفين هالمصايبها. يلا نوصل المصيبة ونخاطب الزهراء في هذه الأبيات نوصف إليها حال إمامنا الحجة يكسر الخاطر وهو على جسد أبيه ينادي وأبتاه ويتمى العسكري غمض عيونه يا ام حسن وحسن بديار غربه ودمعه المهدي على الخدان وياي غاب الولد نورا جوابك يا زهرة مأجو غاب الولد نورا غاب الولد آه يا زهرة ريتك حضرتي وشفتي لونه من الخطاف لونا بالسن كبدة مقطعة وصفة يا محزون غاب الولد نورا غاب الولد نورا يا زهرة ما عادت الميت باحتضارة كلها لأيا ما والعسكري وحده يا زغرة يعالج بسامة صوتك غاب الولد نوره آه يا زهرة مأجو الوصف إليش حال الحجة سيدتي يا فاطمة طفل صغير ينوح عنده والدمع هامي يناديه بويا يا حبيبي وزهرتي يا عمي غاب الولد نورة يا زهرة مأجو تدرين عن حجة الله ما بلغ سبعة قومي يا زهرة وامسحي عن خده دمعة غاب الولد نوره آه يا زهرة مأجو